يا مساء الفل على الناس السهرانين. طبعا احلى سهره لما كنت قاعد بتسهر مع حد تعرفه من زمان، بينكم عشره وعيش وملح ومشوار طويل. النهارده معايا اخويا وصاحبي وحبيبي النجم عمرو يوسف. الارض دي بتزحلق. ازيك يا مورا؟ ازيك يا عم امير؟ اخبارك يا حبيبي؟ زي الفل الحمد لله. عامل ايه يا ابو حياة سكرة؟ الله حلو يا ابو حياة دي. جديدة عليك يا ابو حياة. جديدة ولسه بتعود والله يا امير. ولسه وياما هتشوف. احساس حلو والله يا امير بس غريبة هو شوية. في خضة. طبعا انتم السابقون ونحن اللاحقون. لا انا معايا تلات عيال. ربنا يخليهم. الموضوع بقى بالنسبة لي عادي جدا. الحمد لله يعني. الحمد لله. الصورة اللي انتوا حطيتوها دي لو انت اصلا باصص لها مستغرب اللي هو ايه ده؟ ما ده في المستشفى الصورة دي. ده أول يوم ها؟ أول يوم فأنا أصلا كويس إن أنا قدرت أشيلها، أنا كنت خايف. وبعدين أحس إن يعني كندا بتديهاني كده، حاسس ان في مسؤوليه طب انا ماسك صح، طب انا شايل صح، طب فاهم. وعارفه ايه ده؟ دي بتاعتي ولا يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتاعتك انت بس؟ والله مش هتحد تاني يعني. وامها بتشارك برضه؟ لا امها يعني انت. امها اكيد يعني. لا دلوقتي انت لو خايف ان انت تكون مش عارف تشيلها وبتاع بعد كده بقى انت مش فاهم، هتشقلب بقى وتغير وتعاملها ان هي فطيره بقى عادي، فاهم؟ انا بقيت خبره في الحاجات دي بقى. الدكتور وانا باخدها فانا طب امسك منين طب اعمل ايه؟ قال لي مالك في ايه اهي، وابتدى يلعب بيها كده. طب بتعمل ايه؟ قال لي عادي، ما دي جسمها لسه ملبن ما فيش اي حاجه خالص. فطبعا هو الواحد في الاول طبيعي يبقى خايف، بس مع الوقت بدات يعني اشيلها ولا اتعامل معاها. بس ايه الحاجات اللي نفسك تعملها مع بنتك دلوقتي ومش عارف تعملها يعني؟ لا ما هو دلوقتي لما تعالى بص تعالى للخبره قول لي نفسك في ايه وانا اقول لك. ما انا لسه هسالك. هو انا شايف ان لغايه دلوقتي الموضوع بيبقى مع الام اكتر. طبعا قدام شويه انا ممكن اتدخل. بس ممكن مثلا عند ايه، 6 شهور 7 شهور 8 شهور سنه ماشي. انا شايف كده عشان ابتدي احس ان انا يعني ايه مش خايف، لان انا لسه خايف. فمستني قلبي يجمد وابتدي اتعامل معاها، واعتقد ان ده بيبقى في سن ال8 شهور او في وقت ال8 شهور. يعني تحس بس انه في يعني لو اتوجعت تعيط بتاع، لكن دلوقتي انت مش عارف تملكها، بتحس ان انت هو انت كده قارص عليها ولا ده تمام ولا ما هي بتعيط طول الوقت. فانت مش عارف انا مش عارف هو ايه، موجوعه ولا جعانه ولا عايزه ايه. فانا لسه بتعود فلغايه دلوقتي. طب اكلت مثلا؟ لسه برضه خايف. طب كرعت قشطت وبهدلتك؟ قشطت وبهدلتني وكل حاجه. بس احلى حاجه. والله الحمد لله. وتقشط على وشك عادي؟ الحمد لله. الحمد لله. لا بس بتعرف تاكلها امتى؟ ليها مواعيد والحاجات دي؟ بص هي دلوقتي يعني احنا بنتعلم فيها انا وكندا. كندا حفظت بسرعه وتعلمت بسرعه وقعدت مع الدكاتره وجابت معلومات كتيره بصراحه يعني شاطره. بس هي البنت مؤخرا من اسبوعين بدات تظبط مواعيدها. قبل كده لا كانت بتصحى في اي وقت وتنام في اي وقت وعياط طول الوقت. فتره بتظبط النوم والاكل والحاجات دي كلها. فقالوا لي ان ده طبيعي يعني. انا ببقى في اوضه ثانيه يعني. في الوقت منفصل انت دلوقتي في البيت. بص يعني حاولت في الاول ان انا استحمل، بس بقيت بنام في اوضه ثانيه لما بيبقى عندي ثاني يوم تصوير. لو ما عنديش تصوير مفيش مشكله استحملها، بستحمل. بس لما بيبقى عندي تصوير ببقى محتاج انام. فبضطر ساعات ان انا ايه على الساعة مثلا 3 الفجر كده اروح واخد مخدتي ورايح على الاوضه الثانيه اقفل بيها ودني ونايم، لان التصوير 7 الصبح و8 الصبح. فبيبقى صعب يعني ان الواحد يقضي اليوم بيطبطب ويقرع والحاجات دي ويقشط ويقشط. هيجي عليك فتره بقى بعد كده مش هتعرف تنام غير وهي في حضنك وبتعيط والدنيا لطيفه. والله بدات يا امير. والله العظيم عادي جدا. وهتلاقي نفسك بتجري اصلا من التصوير عشان تلحق تشوفها قبل ما تنام. بدا يحصل الكلام ده؟ لا ولسه يعني كل المرحله دي في الاول كل ما حد يقول لي كده اقول له لسه بدري. انت تخيل بقى كمان لما ربنا يديها العمر يا رب كده ان شاء الله لما تبتدي تتكلم معاك، انت مش عايز تسمع حد في الدنيا غير تسمع بنتك بس، وهي بتبص لك وتناغشك وتكلمك وانت تكلمها. لا موضوع انا مستني. موضوع مختلف. انا مستني والله. ومامتك بقى عامله معاها ايه؟ لا طايره. لا يعني اذا دي اول حفيده بقى. لا اول حفيده طبعا مني، بس اختي الصغيره كان عندها ما شاء الله شافت حفيده. شافت احفاد. بس طبعا احساسها ان ابنها البكري فاهم جايب مولود دي حاجه تانية برضه. ف حماتي وامي بصراحه شايلين جامد. بس انا اقول لك على حاجه الحقيقه يعني
من اكتر الحاجات اللي انا حسيت بيها الفتره اللي فاتت قد ايه الامهات تعبوا معانا. امهاتنا احنا. امهاتنا احنا. الامهات عموما. يعني فكره ان انت ما تعرفش تنام ساعتين على بعض. فكره ان انت يومك مقلوب ممكن تنام بالنهار وتصحى بالليل. فكره ان انت ممكن تبقى 24 ساعه بتعيط بلا سبب. ممكن يبقى عندك مغص. فالمجهود الحقيقه اللي الامهات بتعمله واللي انا شايف كندا بتعمله يخليك تقول يا نهار ابيض ده انا كنت مبهدل طبعا امي. لا والعذاب كمان تلاقي مراتك نايمه جنبك خمس دقايق تقوم قايمه. خمس دقايق تقوم قايمه. صح. خمس دقايق وتقوم قايمه. صح. احنا لو نمنا طبعا ما حمار نايم مفيش حاجه. ولو صحيت بروح حاطط بقول لك المخده على ودني ومكمل نوم. ومكمل نوم. لكن هي حرام بتقوم وتغير وتاكل لا يعني مجهود. خلينا احنا رجاله كده ايه لوحدينا وندخل في موضوع احنا مثلا بتاع البادجت بتاع البامبرز وصلت له ولا لسه ولا ما مش واخد بالك منه دلوقتي؟ لا لا ازاي ما اخدش بالي ده ميزانيه. هو طبعا هو لفظ ما ينفعش يتقال على التلفزيون يعني. بس هي المره بكذا معروفه. انا كنت حاسبها. انت حسبتها؟ انا كنت حاسبها. انا كان واحد صاحبي كان مخلف ثلاثه ما شاء الله ما شاء الله في بطن واحده يعني. فكان بيبتدي يحسبها بكام في ثلاثة. فابتدى يبص ساعات بيلاقي العيل من عياله عامل على روحه وما بيقولش فيقول له لا تمام فاهم عشان ما يغيرش البامبرز فاهم لانه البادجت بقى غير طبيعي. طبعا مفيش ايام زمان بتاعنا فاكر انت كفوله كفولتين وقلب. لا 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 مفيش الكلام ده اي حاجه. لا مفيش الكلام ده دلوقتي الحفاضات دي اللي هي اللي بتتغير وبتاع وفعلا فعلا الاسعار يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا يستر علينا. وشبهك ها لحد النهارده ما فيش حد شافها كسوشيال ميديا بتاع ما بتنزلهاش. لا ما مش موجوده. مش موجوده. بس هي ببص على صوري وانا صغير احس انها نسخه مني. ابص على صور كندا وهي صغيره احس انها شبه كندا. صح. فانا مستني متهيألي الشكل هيبان لما تتم سنه مثلا سنه وثلاث اربع شهور بتبتدي بقى تتشكل تلاقي الدماغ بقى راحت لفه شبه مش عارف مين. المناخير تعمل مش عارف تبقى شبه مين. العينين لونها هتثبت هتلاقيها دلوقتي مثلا لو انت فرحان بيها عينيها زرقاء. ما تفرحش تغمق او تفتح 10 شهور تلاقيها راحت رايحه رمادي شويه. فانت تقول يا نهار اسود ما كانت زرقاء. ترجع تاني بعد سنه وتبتدي تزرق وتخضر. يعني بص اللي انت شايفه ده لسه كل ده هيتغير كمان سنه ونص. تجارب تحيه كبيره الحياه يا جماعه. يا رب. دلوقتي طبعا حصل لك زي ما حصل لنا كلنا بعد الخلفه الموضوع اتغير. ابتديت تخاف وتقلع على نفسك ولا ده احساس انا عندي انا بس؟ ده هو اكتر احساس جالي بعد الخلفه. بقيت خايف. بقيت حاسس يعني انت عارفني احنا انا شخص مسؤول. يعني مانيش مستهتر مثلا او بتاع. لا وعشرنا بعض كاصحاب وعشرنا بعض في الشغل والواحد في الشغل بيبان. لا المسؤولية تحس انها اتضربت في 100 واحساسك بالخوف على نفسك علشان انت عشان في فرقبتك حد. طبعا. طب ماشي ما انا كان في فرقبتي امي بعد ابويا الله يرحمه في فرقبتي بحس بان انا في فرقبتي اخواتي الصغيرين وبحس ان في مراتي فرقبتي. بس احساس ان في مشوار لسه البيبي ده اللي هو لسه قدامه عمر لسه طويل. قدامه عمر. فالمسؤولية بتزيد. صح. فطبعا أنا كنت بجري بالعربية أنت عارفني مجنون سواق. لا دلوقتي بقيت بهدي 120 في الخفيف. حلوين قوي. حلوين قوي 120. أنا بتشلوا مني على الطريق. أنا 120 أخي آخر 120 ما بجريش كده زمان. لا زمان كنا بنجري. دلوقتي لا. وما كناش بنفكر. دلوقتي لا دلوقتي أنا حاسس بالمسؤولية. أنا هلخص لك الموضوع أو الإحساس في كلمة المسؤولية اللي أنت بتقول عليها دي. إنه فعلا أنت حاسس إن في حد مسؤول منك. فما ينفعش فما لا أنا أخلي بالي على نفسي أكتر. مش هبقى متهور. حتى بقول لك ابسط حاجه حكايه السواقه انا بحب اجري بالعربيه. لا دلوقتي بقيت بفكر فرقت ايه يعني ربع ساعه فرق انا اوصل كده انا اوصل. بقيت بفكر بطريقه مش بتاعتي. وفوجئت بنفسي بفكر بالطريقه دي. حاسس انت اتغيرت بقيت واحد تاني في الجزئيه دي بالذات. في الحته دي بالذات مع نفسك انت حاسس انت بقيت واحد تاني في الحته دي. في مسؤوليه. بتحب تروح البيت جدا اكتر من الاول. أكتر من أنت في العادي برضو كنت بتحب البيت، تحب تقعد مثلا في الأجازة أنت ومراتك في البيت، تحب تقرا، تحب تتفرج على أفلام طول الوقت. مظبوط. دلوقتي زاد الموضوع. دلوقتي ما بقتش بخرج من البيت، وبعدين عايز أقول لك على حاجة، أنا كنت ساكن في وسط البلد. دلوقتي أنا نقلت، طلعت ناحية أكتوبر. فهناك الدنيا رايقة قوي. مفيش بقى ولا بتسمع كلاكس ولا بتسمع أي حاجة. فالقعدة في البيت بقت هدوء واكتشف ان انا مثلا بقالي مثلا يومين ثلاثه ما خرجتش من البيت. رايح معاهم وانا مش متعود على كده. انا بخرج.
كل يوم بتلاقيني لازم يا اما في اجتماع شغلي يا اما رايح اتعشى في يا اما رايح اقابل حد. لا انا من ساعه ما نقلت وحياه جت شرفت بقول لك بقعد في البيت باليومين والتلاته ما خدتش بالي. مش فريش مش متضايق ولا بتزهق دلوقتي خالص البيت خالص. وفي حاجات ما بقتش تعملها من ساعه ما حياه جت؟ حاجات بتأيدك ما بقتش عارف تروح ما بقى؟ لا والله بقول لك بقيت تخرجوا عادي بتتعاملوا انت وكندا زي الاول؟ لا برضه لا ما مش للدرجه دي لانه طبعا يعني مثلا افتكر من ساعه ما خلفنا انا وكندا خرجنا مثلا مره او مرتين عشوه سريعه عشا كده ونرجع على طول. عايزين ترجعوا يعني انا عايز ارجع وكندا عايزه ومجبره لانه لازم تبقى مع البيبي. صح. فكره ان احنا سايبينها في البيت وقاعدين طول الوقت كندا عماله تقول لي مش يلا ولا احنا لسه ما هنطلب طب وهناكل طب مش يلا مش يلا مش يلا بقى في حاجه مستنياكوا طول الوقت في حاجه مستنيانا ومبسوطين ان انتم مروحين جداً يعني مش متضايقين يعني خالص ولا خالص 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 عشان القعده الحلوه دي بقى ما فيش قعده حلوه من غير مزيكا وغنى والحياه الحلوه اللي احنا عايشينها دي دلوقتي معانا ضيفه عزيز علينا كلنا وبتحبك وانت بتموت فيها ده حقيقي تعالوا نرحب بالنجمه الكبيره نجمه مصر بوسي انستي 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 ونورتي بقالي كتير ما شفتكش ازيك يا بوسبوس حبيبي يا امير مش يا كريم مش من بعدكم ايه الجمال ده لا ده انت قاعد جنبك اتنين غلابه والله اتنين غلابه يمكن عمرو يعني في الرمق شويه علينا بص هو من الاخر كده انا النهارده واخده عين زي الفل ليه؟ عشان انا مع احلى اتنين رجاله في مصر لا مش قوي كده انا مش للدرجه احلى راجلين في مصر عادي مش حشتي مشيتي بصراحه عندك حق بقى عندك حق هو ده مش مفز قوي هذه مش تيمه النهارده انت مش يعني احنا اللي قاعدين مع القمر يعني يقول لي اعمل ايه بقى القمر وخفه الدم والجدعانه والعسل والصوت الحلو كل حاجه حلوه والله العظيم كل طب حاجه طب انا اقول بقى عليك انا ايه بقى؟ لا تقوليش حاجه لا ابو الجدعنه والاحترام والله. والادب والاخلاق بجد يعني ربنا يا رب يكرمكم انت مصدق الاحترام والادب دي لا الاحترام هيخالفك في لا جمال قوي بجد والله احنا طيبين والله طيبين عشان من جوه يعني اللون ده ابيض كده فعشان كده ربنا بيكرمك حبيبتي يا موسى ربنا يكرمك حبيبتي مبسوطه انا معاكم النهارده اصلا انت احنا كلنا مبسوطين برنامج سهرانين طبعا يعني سهره تعال نرجع بقى لايام السهر بتاعت زمان تمام زمان كنت بتسهري ازاي والنهارده بتسهري ازاي الموضوع اختلف بالنسبه لك ازاي انا زمان كسهر ايه فسح وحاجات واماكن سهر وكده ولا سهر في البيت تعال نبدا كم زي انا مثلا زمان كنت ببدا زمان اسهر كنا يا اما في النادي يا اما في المنطقه كده حوالين الكشك كده اقعد على النص يعني زي ما بيقولوا والكشري في كيس والسهر بتاع زمان واحنا صغيرين ده كان حلو ده حلو ده جدك في ملعبك انت انا بحب الحاجات دي انا سامع شبه انت كان تجاري موتوسيكلات وبتاع والحاجات دي صح؟ ما شاء الله راجل من يومي انت مين اصلا انا من الزقازيق الزقازيق نفسها الزقازيق يعني تلاقي مثلا البلاد اللي حوالينا كده بالنسبه لهم زي القاهره يروحوا يتفسحوا في القاهرة ينزلوا كده فاحنا الزقازيق دي السنتر ده الناس كلها بتنزل تتفسح فيه فزمان يعني حكم ان انا بنت برضو ما ينفعش ان انا اقعد الساعة 2 و3 في الشوارع وكشاك وبتاع يعني ما فيش الكلام ده اخويا بقى اللي كنت بتضايق منه عشان بيبقى قاعد تحت في الشارع بتضايق اشمعنى انا ما اقعدش عشان كده كان نفسي اطلع واد اشمعنى انا ما اقعدش واسهر كده واقف على الناصية والكلام ده بس كنت بلعب وبالنسبه لي مثلا سهر وانا صغيره كان كبيري انت عارف بقى التلفزيون كان بيجي على وقت كده بيفصل الساعه 12 بالليل الساعه 12 دي ولا واحده عندك اولى وثانيه واللي كانت الدلتا بقى 7 دي والحاجات دي فكان بيقفل فافضل بقى قاعده في البلكونه اقعد ابص كده في السقف اقعد اغني مع نفسي بتاع لحد ما الساعه 7 تيجي الصبح كده كان في واحد من تحت البيت بيعدي بقرص عارف القرص اللي هي شبه الفينو مش بتاعت القراب ده بتاعت الفينو شبه الفينو دي كنت اجيب منه قرص وجيب منه القراف بتاعت القراف دي كانت امي بتعملها في البيت لكن ده كان اجيب منه القرص والجبنه زي السميد كده وبتاع كده اروح حطها في القرص تلحسي كده للشغل واعمل كوبايه شاي بلبن كانت امي تصحى بقى يعني امي لسه بتصحى وانا لسه هنام هتنامي يعني ده كان بالنسبه لنا السهر في الاجازات يعني لكن ما كنتش بروح في اماكن خالص على فكره عندي. انا كده برضو انت عارف انا احب السهر يعني ما اعرفش انام بدري حتى لو قاعد في البيت وما بعملش حاجه وما رايش حاجه وكل افضل سهران لغايه مثلا 5 الصبح 6 الصبح اتفرج على فيلم ما اعرفش انا كده ما اعرفش انام بدري يعني بحب الليل اكتر من النهار لو حصل ان انا فضلت نايم لمتاخر لا بتضايق بحب اصحى والشمس موجوده لكن لو تخيرني ما بين ان انا اسهر ولا اصحى بدري لا احب السهر جدا حتى لو قاعد في البيت ما بعملش حاجه في البلكونه ما عنديش مشكله ما انا كده انا بقى بستخسر انام مش عارف ليه والله العظيم صح وتلاقيني نايم
وكل يوم عايز اصحى بسرعه، يعني ببقى نايم طول الليل بفكر عايز اصحى، يعني عايز ما فيش وقت يضيع، بحس ان انا عايز اتبسط، اتبسط بالحياه، اتبسط مع اولادي، اتبسط بشغلي يعني. لا في ناس على فكره ما بتحبش النوم. لا في ناس، انا بلاقي ناس مثلا ايه، ناس شغالين معانا مثلا مروحين الساعه 4 الفجر، فلاقيه مثلا صاحي الساعه 6 الظهر، اقول له يعني 6 الظهر من اول مره صحيت 6 الظهر ولا صحيت في النص؟ قلت له ازاي؟ انا مهما نام 4 الفجر انا تلاقيني 9 الصبح واقف في وسط البيت، ما مش عايز انام، انا بنام عشان اعيش يعني، عشان لازم انام يعني. انت فاهم؟ لكن انا بكره النوم، انا ما بحبش النوم. لا يعني حتى لو مثلا ما عنديش شغل ببقى صاحيه سهرانه، ما اعرفش انام بدري يعني، ما حاولتش ان انا انام الساعه 1 و2 زي بقيه الناس والكلام ده. لا يا نعم، بقيه الناس بتنام 8 و9 و10 و11. يعني الناس قول دلوقتي بقى بيسهروا شويه ماشي. لكن انام بدري وما اعرفش الا بقى لو انا بقى مطبقه يومين ثلاثه حصل ان انا روحت بدري فنمت. بس مشكله ما عني. مشكله برضو ان انت لو هتقعدي تسهري في البيت، مشكله في الاكل، وانت طبعا معانا دبابه يعني تقعد تاكل. انا دبابه. انا فاكر مره كنا بنصور مره في بيروت، صحينا الصبح بنصور الساعه 6 الصبح، فلقيت الباشا معدي جنبي بياكل حاجه غريبه جدا اول مره اشوفها بصراحه. يعني انا باكل مثلا سندوتشات فول، ممكن الغريب جدا اللي اكلته في حياتي مثلا امي علمته لي الله يرحمها، كانت بتحط محشي كرنب في العيش البلدي يعني. ايه ده بجد؟ اه والله دي اغرب حاجه اكلتها. غريبه دي. الباشا بقى كان علمني حاجه غريبه جدا. لقيته معدي بياكل حاجه غريبه، فبساله ده ايه؟ قال لي بص ده اجمد واحد بقى في لبنان، كان اسمه الحلاب انا فاكر. فراح جاب من عنده ساندوتش كنافه بالجبنه بالبسبوسه. صعبه قوي. لا هو يعني لا عمر ما شاء الله يعني، الله يكون في عون كنده. لا يعني معاه ما شاء الله يعني اكيل اكيل بيحب الاكل. بتعمل ايه معاك بقى في الاكل ايه؟ لا ده الساندوتش ده انت عارفه اكيد جربتيه ده. بس ما جربتوش في العيش، جربت الجبنه الواحده. لا ده ساندوتش معروف. معروف هناك. واحد بيلكم. انا كنت باخد 3 الصبح في الخفيف بس ماشي. انا ما جربتش بصراحه اكله بالعيش، بس ده حلو على التلسة. لا 3 الافتراء ده كتير قوي. ده حوالي 60,000 كالوري مثلا كتير قوي عشان تحرق. بس احنا كنا برضه بنشتغل، كنا بنتحرك كتير. بنتحرك 3 ده الواحد بيلكم 3 ازاي؟ لا بقول لك هو عمرو مع الاكل موضوع تاني خالص. هو عمرو اكيل، وفي نفس الوقت هو بيحافظ على نفسه يعني بصراحه. بيقول لك عشان باكل كتير فبلعب رياضه. لازم لازم. بس برضه خلاص يعني دلوقتي مع الشغل الواحد ما بقاش عارف يلعب رياضه زي زمان. يعني مفيش وقت فعلا. دلوقتي الواحد بيحاول يظبط اكله عشان مفيش تبديل. بالظبط. نضطر نظبط الاكل. طب تعالى بص صوره كده بمناسبه الاكل. الصوره دي عملت مشاكل فتره كده يومين ورا بعض، الناس كلها كانت بتتكلم على الصوره دي. صح. وبعدين عمرو بعديها بيوم نزل صوره كان خاسس جدا مفيش حاجه. فايه كانت المشكله؟ انا كانت الصوره دي شكلها غريب شويه. ليه بقى؟ احكي لك. دي كانت كفته. كفته ضربت في دماغه طرب يعني. كان في حاجه، غريبه هنا. ما هو بص انا هقول لك اللي حصل. انا رحت المهرجان بتاع القاهره النهارده منفخ كده زي ما انت شايفه. بس ده بجد كنت كده. كان سببه ايه يعني؟ طبعا هنا الصوره افورت شويه. بس يعني ايه، كنت ايه مليان منفوخ سنه. تاني يوم منزلت صوره وانا في الجيم ورفيع عادي. قال لك ده بيخس بسرعه قوي. قال لك ده بيخس بسرعه. مفيش حاجه اسمها طبعا بيخس في يوم وليله يعني. انا هنا في الصوره دي كنت رايح المهرجان، فواحد كده بدون ذكر اسماء قال لي ايه، انت عشان تروح المهرجان تنور نعمل لك ماسك على الوش. ده مين بقى ده؟ ده مين؟ ده مين اللي ازاج ده؟ ممثل يعني هو؟ لا 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 مش ممثل خالص. المهم قلت له ماسك ايه بس يا معلم اللي هنعمله ده؟ انا مش متعود على الحاجات دي. وبعدين ايه بقى، انا اي حاجه ممكن تعمل لي التهابات وبتاع مفيش داعي. لا ده ماسك طبيعي وهينور لك وشك. ماشي. عملت كده تك 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 تك، عملت الماسك مش عارف ايه ودخلت خدت دوش ودخلت البس البدله. وقفت كده قدام المرايه بلبس البدله، لقيت وشي الزرار مش عايز يقفل. لقيت وشي الدماغ كبرت فجاه، لقيت وشي محمر ومنفخ. وبقفل الزرار فعلا زي ما انت بتقول. في حاجه، ده القميص ده لسه لابسه من اسبوع. مش بيقفل الدماغ ورمت كلها. الماسك نفخ نزلت على رقبتك كمان، والمصحف ورقبتي وشي ورقبتي. رحت خارج لكندا، فكندا مش عارف كانت بتعمل ايه. ما عرفتكش. قالت لك مين ده؟ قالت لي في ايه؟ انت مين؟ قلت لها تقريبا الماسك ده هو اللي عمل لي حساسيه. يمين شمال، طب انزل اروح المهرجان ما اروحش المهرجان؟ قلت لا ما يصحش يعني، انا معزوم ولازم اروح مهرجان القاهره وبتاع. رحت واخد بعضي وقافل الزرار بالعافيه وعلى المهرجان. داخل المهرجان يا معلم
بالمنظر ده كده وشي قد كده قال لك عمرو تخن. تاني يوم بقول لك نزلت اضطريت انزل بقى صوره اقول لهم يا جماعه بس ابتدى الكلام يكتر بقى ده اللي يكتب لك بقى ادعوا له والله العظيم ما ده منظر واحد بياخد كورتيزون ده كورتيزون ها كورتيزون بيتعالج يعني ولا بياخد هرمون هو ماله يا جماعه وابتدى بقى الكلام طبعا ايه يكتر فهو لما نزل الصوره تاني يوم خاسس فطبعا بان ان هو كان ماسك بس احمد ربنا انه نزل بس غريب قوي الماسك اللي يتخن غريب قوي الماسك اللي يتخن مش تخن حساسيه ضربت معاك فالحساسيه بتورم يا حبيبي بس ورمت وشك بطريقه غير طبيعيه بصراحه يعني ساعتها كان وش الحساس خلي بالك مش اي حاجه بتتحط له صح صح وانا يعني وانا اصلا حساس بطبعي وانت ما انا عارف بتغني اي حاجه انت ها تسلكي في اي حاجه نعمه من عند ربنا ربنا يكرمك حبيبي احلى صوت في الدنيا خليك ليا والله العظيم مبسوط جدا انت معايا النهارده مش عارفه اقول لك انا بجد مبسوطه والله العظيم ان انا معاكم طب بصي بقى عشان انا بجد بحبكم انت حبيبتنا والله العظيم اهي بصي بقى بتعملي انت وعمر هنا اوبا فضايح هي اللي سخنتك طبعا بتشغلني هي اللي شغلتك هي اللي شغلتني هو ما عرفش يمسك نفسه اصله كمان هو كان فرح حسن كان ليلته زي الفل والله كان فرح حسن الرداد كان حسن الرداد فانا خلصت بقى نمرتي بقى عملت الفقره عملت اللي عليا نزلت بقى عرس زي بقيت خلق الله رحت قلع الجزمه وخليتها على جنب كده وكل شويه اروح ابص عليها وارجع وبقى مسكت الجزمه برضه مسكتهم كلهم بقى وحسن وهايبروا هايبروا اول مره اشوف بقى عمرو بقى بيشكل وعلمته بقى كده ويعمل معايا ويعمل لي كده لا مع ان عمرو والله يعني ما كانش فيه الحاجات دي خالص والله خدتني في سكه الانحراف في اليوم ده بوظته خالص بوظتك بوظت لا وكمان كمان بصراحه يوم فرح حسن حسن انت عارف طبعا يعني علاقتي بيه عامله ازاي حسن زي اخويا يعني ف كنت فرحان وهو اليوم كان حلو والله كلنا فرحانين عشانه بجد وبوسي بتعمل جو رهيب والدنيا كلها كانت مبسوطه فعارف الواحد كان فاكك يعني بصراحه وبرده فرحك كان جميل قوي الحمد لله بجد ما شاء الله جميل بيكم والله الفرحين بصراحه الحمد لله وتامر وحمائي لا عملوا نمر حلوه جدا بس هنشوف فيديو تاني كمان فضايح بقى النهارده غاوي فضايح النهارده هو في رياكشن كده مش فاهمه يعني من عمرو يا مكسوف يا كان خايف من كندا وحاجه من مكسوف. حاجه من الاثنين قول عادي قول عادي هي كندا كانت هنا طبعا انت كمان مش عارف فهو حاجه من الاثنين على فكره انا اكتشفت ان انا بيني وبين بوسي ذكريات كتيره قوي ما كنتش اعرف والله احنا بيننا ذكريات كان عيد ميلادي وكنا مسافرين صح وكندا كانت هنا وكندا كانت معانا بهزر طبعا عملت فيك ايه كليتك طبعا لا والله دي بتموت فيها يا نهار ابيض قعدنا نشكل مع بعض دي مش خبره كندا بتعشق بوسي والله فعلا وبتعشق حاجه كمان فرتكه 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 عشان بس انا بحب الاغاني المهرجانات جدا كندا من شبرا مش من سوريا والله خالص بتشكل تشكيل لا ما شفتوش هو بيشكل دي برضو والله ما شفت هو بيشكل زيها وحتى بيقول لها يا بنت ايه دي بيتخانق معاها بسبب الموضوع برضو بوسي بتشغلها تقعد تقول لها انا بشغلها تقعد تعمل لي كده وتعمل ايه يخرب بيتك الكلام ده منين بس هي كندا مش غيوره عمرو عارفه الدنيا طبعا وعارفه وضعك في الشغل والحاجات لا اولا بس بره بقى الحياه لا يعني لا زي اي ست بتغير لا بتغير جامد بتغير بتغير انا قلت امشي لك الدنيا بس لا لا انت حاولت تقول انا تخدمك يعني لا كنت يعني بس عاقله يعني يعني عاقله طبعا مش الغيره البشعه يعني لا يعني مش زي الستات بتوع الافراح لما واحده تبقى داخله مع جوزها تقوم قفشه في دراعه كده طول الوقت لا 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 مش للدرجه وبعدين في ثقه في ثقة عيب يا مين لا يبقى حصل حاجة قبل كده لا 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 في ثقة كبيرة الحمد لله يعني. لكن مش من النوع ده لا لا مش هاد مشاكل يعني لا 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 لما بتروحوا بقى البيت لما بروح بقى لا لا مش كده كده فيش ضربة مش ضربة زعيب بس وانت يا بوسي بقى يا حبيبي اغرب حاجه بتحصل لك في فرح ممكن تبقى عامله ازاي؟ ايه بلاوي هل العروسه مثلا في عروسه بتغير على عريس منك؟ لا اصل انت برضه عايز اقول لك حاجه انت في فرح بيبقى
بيبقى دمك خفيف وروحك حلوه وبتتصرفي بتلقائيه والناس كلها بتحبك وانت بتحبي الناس فعايز الناس تبقى مبسوطه. بس في ستات ممكن يعني ما انت برضو قمر يعني فيعني فالناس ممكن تعيط شويه يعني صح؟ لا ده بقول لك كتير ولا على فكره انت اللي طلبتيني انا مش جايه من نفسي يعني انا مش جايه جنبك انت اللي طلباني مش هاخده وامشي على فكره هو في الاخر قاعد جنبك وهيروح معاكي مش هاخده واروح بالنمره الثانيه يعني مش فاهم والله العظيم بلاقيها تقول عامله بصلي من فوق اللي جنبك وما بترقصش مفيش في ايه وانا هاكلك ولا هاكله مالك في ما خليكي بحبوعه ما تبقيش ضيقه كده والله العظيم والاقي بقى في مره العريس بقى كان مركز معايا قوي وعمال يعمل لي كده ومركز معايا وهي مدياني ظهرها يعني بيعمل لي ازاي؟ لا هو شغال وعمال يعمل لي كده وساب العروسه خالص وهي بقى مركز معايا انا فبقت عماله ايه تروح شدام من الياقه تقول له تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا وانا بقى ميته اروح من الضحك ما انا شايفه اللي بيحصل شايفينه مركز معايا اساسا ومنفض لها هي خالص وهي بقى كل شويه يعني انت لقطه برضو طبعا شايفه اللي بيحصل بس انا عامله من بالها يعني عامله من اكني ولا انا مالي مسكي يا اختي مسكي عليه انت مالي فهو عمال مركز وعمال يرقص معايا انا وانا واقفه اصلا على البوكس بتاعي كده فوق وهم تحت فهو مركز وعمال يرقص ومركز معايا بطريقه غريبه قلت له عايز اقوله في ايه ما قدامك ايه ما ترقص معاها انت مركز معانا ليه فهو يروح كده تروح هي جايبه الناحيه دي يروح كده روح جايبه الناحيه وبتشده منين بتشده من الياقه مش بتشده من ايده وتروح ماسكاه من ايده وتروح مزغراله العيال بقى اللي معايا شايفين وميتين اروحهم الضحك بسبب المنظر بس انت بقى ساعتها ما بتزوديش انت مثلا فتبقي عايزه انا والله في حياتي تضايقيها مثلا بتاع حاجات بتاع الستات دي بقعد ابص لها واضحك لها وايه وما بركزش معاها هو اضحك لها هي عشان يعني اللي انت حاطاه في دماغك ده شيليه من دماغك خالص لو اي صراصير في دماغك دي شيليها انا جايه تشتغل وتاكل عيش والناس تتبسط كده انا جايه اعمل شغلي يعني. وامشي انا ولا اعرفك ولا اعرفه انا جايه اعمل شغلي وامشي بس في افراح عن افراح يعني انت بتقولي ان هو شغل بس انا متاكد ان في افراح حتى مش بتكلم على افراح صحاب انا لابت مذيع صح ما انا حسيتك بقاله هو بقاله 20 ثانيه عايز يقول حاجه فايه مستنيه المهنه بتغلب بقى قول مؤاخذة يا مين لا تعال وبص تعال لا 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 والله يا ابني لا والله ما ينفع يا راجل يا راجل يا راجل او تريحني شويه والله يا ولد تنور يا عبيد لا تريحني والله اكمل الحلقه عادي والله عايز اقول لكم بقى ان الكنبه اريح ومصحف يا راجل ده الكنبه اريح بكتير بص لا والله بص انا قاعد عامل ازاي بعيش بقى حاجه قولي لي قولي لي والله عشان تعبت ومصحف لا انا هم سؤالين لا لا عيش سؤال والله هم سؤالين ومصحف لانتقت هنا على طول لا هم سؤالين يلا احنا مكملين مش انا تمام هنا والنور تمام هنا اريح يلا ولا انت ولا هو انا لا اقعد على الكرسي في شويه نفسي اجربه انا بعد ما اسالك سؤالين واسالك سؤال وامير بقى. سؤال تيجي انت تسالي ايوه تمام حلوه اللعبه دي عجبتني يوه. عجبتكم اللعبه دي قشطه طب نسمع تسقيفه بقى يا جماعه تعال كل واحد يلعب مذيع شويه حلوه اللعبه والموضوع دي. لطيف وانت عملت قبل كده برامج يا امال ايه سهله ما شاء الله والله سهله اير بيس وجملتين واتكل على الله يلا كل واحد عايش يا راجل يلا افراح عن افراح تفرق تمام يعني اكيد سيبك من افراح صحابك انا بتكلم الناس ما تعرفيهمش في فرح بيبقى ريحه خفيف وتروحي تلاقي نفسك انت مبسوطه وبتغني من قلبك وعايزه بدل ما تقعدي مثلا ساعه تقعدي ساعتين وفي افراح تانية بتبقي هتموتي والنص ساعه يخلصوا يا لهوي يا بص يعني اهم حاجه قبل الاجابه دي اوعى المنتج يتفرج على برنامج فيغيرني الموسم الثالث ويجيب عمرو يعني ايه سقف الامير قرار يا جماعه اهدى عليا انا يعني لا 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 خدنا ناكل عيش لا لا طب بلاش ابقى محترف قوي سهرانين يعني امير كرارة بلاش ابقى محترف للدرجة امير كرارة يعني سهرانين سليم الانصاري يعني كلامش قولوا ورايا يا جماعة يعني باشا مصر كل واحد وليه حاجته والنبي يا عم عمرو عشان ما اتفضلي ما بوظلناش السبوبة بس عشان ناكل عيش مع بعض لا اكيد طبعا بتحصل كتير يعني بتصادف ان الاقي العريس والعروسة لزاز جدا والمعازيم هم اللي كؤبة والعكس صحيح الاقي العريس والعروسه يا امي كده تماثيل قاعده ولا الهوى ولا جنون الزرق والناس هي اللي لذيذه وفي بتصادف الاثنين بيبقوا كؤبه وبيبقوا لزاز ففي افراح بجد بتصادف بيبقى عرفتهم حلوه هم روحهم حلوه وناس بتخليك مش عايز تسيب الفرح وتمشي يعني ده بيحصل فعلا بتحصل كتير جدا وفي افراح ببقى مجرد ما اخش عايز اطلع مجرد مبروك عليا انا مبروك عليا انا طلعت طيب سؤال امير بقى اتفضل شفتوا يا جماعه والله من غير هو اعداد ولا حاجه وانا وانا قاعد انا عايش حاجه والله يا جماعه حد يغششني السؤال حد يقول له اي سؤال بسرعه طب قول لي وانا اقول له قول له طب انا هسال سؤال لامير دلوقتي انا فكرت فيه على طول يلا افتكر لي موقف
حصل ما بيني وما بينك واحنا بنصور مواطن اكس او طرف ثالث. اي موقف. اي موقف حصل ما بيني وما بينك واحنا بنصور مواطن اكس او طرف ثالث. في حاجات كتير قوي. طب حاجه شبه ايه؟ قول لي. هو في حاجات كتير فعلا. طيب مثلا هقول لك على موقف. مره كنا بنصور طرف ثالث وبنصور في سلوفينيا. فانا اول مره اسافر الحبه اللي هناك دول. نزلنا سلوفينيا من هنا. انا كنت اعرف واد صاحبي اسمه احمد كان عايش في ايطاليا ومسميه على الموبايل بتاعي احمد الايطالي. احمد الايطالي تمام عشان عايش في ايطاليا. تمام مش احمد ايطاليا يعني. لا 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 اسمه احمد احمد الايطالي. فالمهم انا قبل ما اسافر قلت لهم يا جماعه هي سلوفينيا دي فين؟ فعشان ياثروا معايا قالوا لي عارف ايطاليا والحته دي. اسالك السؤال ده فين دي؟ لا ما هي سلوفينيا بلد مش معروفه. مش معروفه هي في حته كده غريبه لوحدها. اوكي. المهم قالوا لي عشان ناثر عليك هي سلوفينيا قريبه جدا من ايطاليا. قلت لهم قوي يعني؟ قالوا لي فكلمت احمد ده وانا في ايطاليا وبتاع. قلت له احمد ده انا في ايطاليا وبتاع انا جنبك وبتاع. قال لي طب انا هاجي لك بكره وبتاع. قلت له وانا بعيد عنك قد ايه؟ قال لي يعني نص ساعه مثلا. فابتديت انا اتعامل مع البلد ان هي ايطاليا. ابتديت انزل الشوارع مش لاقي حاجه. ابتديت اخش اشتري لبس الناس عماله كانت دايما تقول لي ايطاليا يعني الموضه ويعني مش لاقي حاجه في سلوفينيا. مش لاقي حاجه مش لاقي مولات مش لاقي حاجه. فبقول لعمرو في مره بقول لعمرو هي ايطاليا اتغيرت ولا هو في حاجه؟ هم قفلوا المحلات؟ قال لي ايطاليا ايه؟ قلت له واحنا مش في ايطاليا؟ قال لي يخرب بيتك يا ابني احنا في سلوفينيا. قلت له يا دي مش ايطاليا؟ قال لي لا مش ايطاليا. قال لي دي بلد ثانيه خالص. وطبعا كان شكلي عارفه انت الفلاحين بتوع يعني ايه اللي اول ما جاب البلد حلو تعالى ارجع مكان خش انت خش انت يا بوشي بقى خش انت يا بوشي بقى يلا يلا بقى يا جدع بقى ايوه يا جدع ايه ايوه تعالوا بقول لك ايه شكلها هي اللي هتاخد البرنامج والله العظيم الله حلو جدا كرسي مغري ها قدمي الاول بقى قدمينا الاول مساء الخير يا جماعه لا قدمينا لا ما تكروتيناش اقدمكم النهارده هيبتدوا تسقيف انت شغلانتي فبتستغل الموضوع هتسقفي واهلا بيكم يا جماعه وسهره جديده وسهرانين وتعالوا نرحب بحبايبي حبايبنا واخواتنا النجم عمرو يوسف والعبد الله امير قرر يلا بص هو بيقرص عليا عشان عارف ان انا اول مره اعمل كده اهلا بيكم يا جماعه منورين في سهرانين وطبعا عايزين نرحب بنجومنا الكبار جدا اللي احنا كلنا بنحبهم طب ليه دي كده الاستاذ النجم الجميل عمرو يوسف طبعا عايزين نسمع له سقفه كبيره وطبعا نجم اخويا وحبيبي الجميل امير كراره باشا مصر حبيبي باشا مصر بلاك اوف باي كاميرا يعني هو عشان هو مذيع كده السؤال الاول خش على طول مش عارفه اسالكم ايه طيب انت هتقعدي تقدمي فينا ساعه اسالكم ايه طيب مش عارفه انت فكري كده انت لو مذيع دلوقتي اتصرفي حبيت كندا ليه؟ ماشي سؤال مهم صح؟ يلا السؤال اللي بعديه بقى ماشي السؤال اللي بعديه اسمع الكلام هشوف الاجابه بعد كده بقى السؤال اللي بعديه اسمع الكلام ماشي الليل الحب ملوش اسباب والله الله كمان جا يا ابني فيش كمان جا انا جاوبت على السؤال خش على اللي بعده كده خلاص دي اجابتك اخر كلام مفيش صديق أمير اي حاجه لا خلاص استاذ امير نسأله يلا ايه انا جاهز استاذ امير نسأله مش عارفه اسالك ايه اوعي تساليه عن اعماله سليم اخباره ايه سليم ايوه عنده كام سنه عنده 9 سنين ما شاء الله الحمد لله الحمد لله جاوب اجابه صحيحه انا كنت متوتر من اسئلتك لان انا سامع انت اسئلتك بتبقى يعني مش قوي احنا جايين برنامج لحضرتك واحنا قلقانين منك احنا قلقانين انت بتشتمي انت انا عارف لا تعالي بقى لا تعالي اقعدي هنا بدل ما هي بدل ما انسرك انت اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا استنى الاسلحه اتفضل يا باشا عشان انت ماشي بسلاحين ثلاثه انا ادوني سلاح سقف البوسي بقى الحمد لله والله قاعده حلوه وساره عسل ونفسي ما تخلص ولا انا بس تعالي نروح لحته بقى اكتر حاجه بتضايقنا أيوة. واكتر حاجه بنحبها ماشي نروح للاول اكتر حاجه بتضايقنا ليه اسم سماح بيضايقك يا استغفر الله العظيم يا رب خلاص انا عارفه مين اللي مسلطك مين السوسه, السوسة. مفيش غيره مفيش غيره ابو حته بيضه هنا ده ابو حته بقى هو كله ابيض اساسا هو بقى كله ابيض ابيض من بره بس لكن جوه لا والله هو ابيض من جوه حياة ربنا ايه موضوع سماح مع انه رخم بس برضه ابيض من جوه هو بيعش اصل سماح دي كان اسم شخصيتي في مسلسل حساب يجمع فالاسم اساسا لوحده رخم سماح سماح فبقى بيمسكها لي بقى بقول لك يا سماح سماح هو بيبقى ليه كده حاجه بتضايقكم انتوا الاثنين اكيد
لا هو مش ماسك حاجه لو ماسك اصبر بس اصبر اكيد بقول لك ايه يعني اسكت اسكت لو ماسك فهو بيضايقني يعني بحب يرخم عليا بقول لك يا سماح فببقى عايزه اديله بالبناء في وشه بس مش شايف مع ان اسم سماح جميل يعني هو جاي من هو جاي من السماحه بس سماحة. هو ما بيتقال لوحده بيطلع شكله بيطلع صعب غبي طب ايه بقى ما انت شكلك عندك حاجه ما تقول يعني اقول في مونتاج صح فلو طلعت وحشه هنشيلها ايه موضوع الفرعون الكبير انا قلت الفرعون الصغير الفرعون الصغير هو صاحبنا حبيبنا ابو حته بيضه ورنا ابو حته بيضه ما هو ده الراجل ده صاحبنا وحبيبنا فهو يعني ايه احنا شكلك بتكذب ما دام بفكر يبقى بكذب حافظه لا هو هو حمدي بدر يا جماعه عشان حمدي بدر ده صديق عزيز علينا ويعني رجل من الناس المهمه في الشغلانه بتاعته ومدير اعمال ناس كتيره من ضمنهم طبعا بوسي وحمائي وكده واحنا اصدقاء من زمان خش في الموضوع وكنا الفرعون الكبير وكنا بنسافر دايما عند لما بيبقى عندي مثلا شغل ولا حاجه بره مصر سافر لبنان دبي كده فنبقى مع بعض انا وهو فكل ما اروح حته طبعا مراته دلوقتي هتعمل له مشكله بس ماشي الاقيه واقف بيتكلم مع واحده والله ولا بيعكس ولا حاجه بس هو ما كانت كلام هو بيحب الرغي يعني ففي مره دخلت بيحب الهزار بيحب الهزار ففي مره دخلت عليه لقيته بيتكلم مع واحده بالانجليزي وهو ما بيعرفش انجليزي كده بنخبط وبيقول ايه وما كان بيقول ايه بيخبط بيقول لها انا الفرعون الصغير انا ايجيبشن سمول فارو كده ماشي فرحت انا ايه بقى قفشته فرحت داخل عليه هو قصير كده عشان بس عايزين نطلعه في رحت انا داخل عليه انت بتعمل ايه يا حمدي ما انا كل شويه قفشت قال انا بقى الفرعون الكبير انا ومن هنا كده حمدي بدر هيوحشنا هو هيوحشنا ما هو علينا دلوقتي ما هو عنده عيال وبتاع مش هو صلاتك علينا عياله في رقبتي بصراحه عياله في رقبتي بصراحه هو اللي صلاتني هنقفشه بره هو اللي صلاتني بصراحه هنقفشه بره مش هو بره هنقفشه بره ما هو حد قال له يروح يقول لها اي ام ايجيبشن فارو ايه اللي هو الكلمتين اللي حافظهم لبنى بقى لبنى اكتر واحد كان بتحبه هو عمرو يوسف تعال اوريك بقى اكتر واحد بوسي بتحبه ماشي اهو اوبا بقى ايه بقى؟ شاروخ خان ها؟ بص هما كذا حد بس هنود ده كلهم هنود ها؟ كلهم هنود لا لا الراجل ده جامد قوي يا جدعان والله العظيم ده حاجه فظيعه بره هو ممكن قيمته مش جامده عندنا هنا عشان في مش كل الشعب المصري بيحب الهندي بس مؤخرا دلوقتي بقت في ناس كتير بتتفرج على هندي وحافظين هندي وليله سودة يعني وانت حافظه حاجه هندي ولا انا بقى على طول بغني هندي لا بجد انا على طول تلاقي الاغاني شغاله طب سمعيني حاجه كده بلاش بقى فضايح حاجات كده وممكن كلام يطلع غلط يودونا في داهيه لا واحنا هنفهم لو غلط ما احنا مش هنفهم هم هي خايفه من سفاره الهند عشان خاطر الفرعون الصغير هو فاهم عشان الفرعون الصغير سمعيني حاجه ما فيش حاجه في دماغي والله دلوقتي اي حاجه هتراجع مش عارفه يلا ما بص ما مش مركزه طالما مش مركزه ممكن تطلع غلط لا احنا مش هنعرف انها غلط لا انا في الهندي بص انا في الهندي مش عايز اقول حاجه غلط يلا لا مش مركز مش مفيش حاجه في دماغي بصراحه قولي حاجه مش كتير قوي قولي اي حاجه مش عارف كتير جنم 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 ساس دل نايبي قسمت به قسم نايبي دايبي مش فاكره بقى بقيت كلام يكسر كلام يحسس كده الواحد يحس ان سابها بيودوني في حته ثانيه بس انا بحب كتير ممثلين كتير طب انت مش شايفه ان امير فيه شبه من شاروخان بصي كده والنبي لا ده عينيه ما شاء الله منونه الثانيه يعني طيب انا بقول لك بقى تنسي بقى شاروخان وتركزي التاني مناخيره كبيره تركزي بقى هم ليه دايما بيبصوا لبره انا مش فاهم مش فاهم جوه زي الفل لا انا بحبه يعني كفنانه مش بحب امير وانا بقول لك بحب امير كانسان بحبه كفنان وانا مش فنان حبيبي مش شايفاني فنان لا حبيبي انت فنان انتوا في حته ثانيه انتوا ماشي ما شاء الله الله اكبر احنا اقدم منه على فكره يعني ربنا يا رب يجبركم كده وتبقوا زيه كده في الشهره انا احسن منه على فكره طبعا لا انا سامع ان انت مكسر الدنيا في المغرب بقى وباشا مصر وحاجات كده لا نغير الموضوع بقى نغير الموضوع بقى باشا المغرب باشا المغرب لا ما اعرفش انا من صغري وانا بحب الهندي حتى امي كانت كده
بحب فنانين هناك كتير. كلنا واحنا صغيرين كنا بنحب طبعاً أميتاب بنشان وكولي الشيال حافظة أساميهم حافظة أساميهم بنات ورجالة ريتك روشن وسيف علي خان وسلمان خان وأشوريا راي برافو عليك ما أصحاب صغيرها صحيح أحلى واحدة يعني مرات ابن أميتاب بنشان إذا اتجوزت والله من بدري تعرف عندها كم سنة دي؟ ما قالتليش عندها حاجة 40 سنة دي القمر دي بجد؟ والله العظيم شاروخان عنده حاجة 50 سنة 40 ده عادي يعني ما بيكبروش مش عارف مش كبيرة على فكرة هموت صحيح. وعرف بياكلوا ايه ما بيكبروش بياكلوا كاري عشان انا اكله كل حاجة كاري فعلا ما عندوش حاجة تانية لا بس انا بحب اغانيهم بحب افلامهم بيعملوا ميكس كده تلاقي فيه ضحك فيه دراما رقصة اغنية رقص ولا وبيهتموا بالرقص زي ما بيهتموا بالمشهد بالظبط ويمكن اكتر كمان يمكن عندهم بيهتموا بالحاجات دي اكتر بيدوا كل حاجة حقها ناس بروفيشنال جدا انا بحب الميكس ده اللي هو فيه لايت كوميدي فيه دراما فيه يخليك تعيط يخليك تضحك لحد دلوقتي بتتفرج على هندي برضه لحد دلوقتي وبتحب السناب شات انت يعني انا بص ماليش في السوشيال ميديا قوي غير السناب شات والانستجرام لكن تويتر ماليش فيه خالص تعالي بص برضه انت بتعملي ايه عايز فضايح صح لا مش فضايح والله حاجات لطيفه كلها فضايح. يا نهار اسود بتقولي مش فضايح خالص كده هبل طيب يا جماعه معلش بقى انا بعتذر بعد الفيديو ده انا وده كمان رساله الى كل فين الكاميرا قول لي يا امير انهي كاميرا اللي اتكلم فيها دي بتاعتي طيب الرساله اللي انا عايز اوصلها للبنات الحاجات دي اللي هي بتاعت الكلب والودان والقطط والله شكلها وحش والله شكلها وحش انا بقول لكم يعني لو هتسمعوا مني بس اقول معلش يا بوسه انت شكلك زي القمر بتركبي نجوم ليه بص بقيت تنين فجاه دي تنين يعني انت عمرك ما عملت الحاجات دي عمري ولو طلعت لك حاجه دلوقتي لا اقول لك على حاجه ايوه ممكن مثلا حد يجي يتصور معايا سيلفي اتفاجئ بالورد والحاجات دي بس بقفش والمصحف لكن انت عمرك ما عملت لوحدك حاجه زي دي عمري يا عمر عمري لا اوعى يكون بتحلف كده لا يا عم استنى اكيد هيطلع بص يا عم انا بقى يا عم بلاش الثقه دي اقول لك على حاجه تلاقيه قاعد وهو حياه ماسكها كده على حجره ويقعد بقى ايه يقعد يعمل لها وحاجات كده دي عندها كاميرات عندنا في البيت صح انا لا والله ما بركبش الوشوش دي انا عايز اقول لك النهارده كانت احلى قعده قعدتها بقى لي فتره كبيره ما قعدتش قعده حلوه زي دي وانبسطت معاكم جدا وربنا يخلي لك حياه وتفرح بيها تسلم لي يا امير وتشوفها احلى حاجه في الدنيا وربنا يديك غيرها كمان يا رب وهتتبسط جدا بالعيال دول احلى حاجه في الدنيا لو عوزت اي اسئله بيت اخوك انا عارف بيت اخوك ما تقول اخوك يا حبيبي اخوك القديم مجرب انا بشكرك يا امير وانت كنت وحشني والله وانت كمان والشغل واخدنا من بعض بقالنا فتره فالقعده دي انا حاسس ان هي قعدتنا احنا وقعده الصحاب وبوسي منورانا وبوسي من اجدع واجمل الشخصيات بقالي كتير برضه ما شفتهاش واحنا عملنا حلقه كاننا قاعدين صحاب مع بعض هي سهرايه احنا يا رب تعجب الجمهور دي اهم حاجه لطيفه اتبسطت بيكوا جدا واسمحوا لي احيي طبعا الفرقه العظيمه اللي كانت معانا النهارده وطبعا لبنى ومامة لبنى وحبيبنا بقى اللي كانوا منوريننا في سهرتنا النهارده